شباكه نظيفة، نأمل أن يتمكن المعز أكرم الهدوس من زيارة مرمى المنتخب الكولومبي. ميدينا وصلت في الجهة اليسرى للمنتخب الكولومبي، هذا اللاعب الخطير جدا زاباتا يحولها، لكن برافو برافو على التغطية وعلى الارتداد السليم، وهذا هو المطلوب. المعز علي يتابع لكن الكرة تستقر عند حارس المرمى أوسبينا، مرتاح لغاية الآن أوسبينا، تلعب أمام كولومبيا الجولة الثانية، وكولومبيا ترغب بطبيعة الحال أن تحسم تأهلها من خلال مباراة اليوم، تفوز معناتها 6 نقاط تتأهل إلى الدور الثاني. هذا اللاعب الخطير الهداف اللي هو زاباتا، دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا، وفي أتلانتا يعني ثاني هدافية الدوري الإيطالي، 23 هدف، سجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب الأرجنتيني، لذلك تبقى خطورة هؤلاء اللاعبين. خامس رودريغيز على تنفيذ الضربة الركنية، اللعبة برافو، الكرة المقطوعة على أساس تصل لمصلحة المنتخب الكولومبي. مثل يعني شوف المجموعة الثانية مجموعة قوية لا شك في ذلك، أمامك المنتخب الكولومبي القوي، أمامك الأرجنتين المعروف مع ميسي، أمامك باراغواي، وأمامك قطر، بالتالي مجموعة في غاية الصعوبة، لكن دائما وابدا كولومبيا ما خلصت الارجنتين واخذت من المنافس الاول لها، لذلك يعني هي الاقرب الحقيقه للحصول على بطوله المجموعه الثانيه. عبد الكريم حسن، استقبال جيد مع ان الكره في مكان خطير، لا زالت الكره خطيره، لا زالت الكره في مكان خطير، لذلك منتخب قطر يفقد الكره. لاحظ معي لاحظ معي لاحظ معي، الكرة أصبحت أخطر الآن لأنها وصلت إلى زاباتا، زاباتا يتقدم يحول الكرة المقطوعة، لذلك يعني كان مفروض تخليص الكرة السابقة يعني من الأساس لما كانت عند عبد الكريم حسن. تبقى محاولة المنتخب الكولومبي، وصلت إلى كوادرادو يسيطر على الكرة ومع عبد الكريم حسن اضطرارا على أساس يرجح إلى ميدينا، أكيد نسبة الاستحواذ على الكرة، الثقة تفوز على الأرجنتين بحضور ميسي وتتصدر المجموعة وتلاقي منتخب قطر، أكيد الثقة الكبيرة، وأصبحت كولومبيا كلها بلد ال50 مليون نسمة تطالب هذا المدرب وتطالب المنتخب الكولومبي حتى بالبطولة من الآن، مع أن واحد من اللعيبة قال لغاية الآن ما فزنا بشيء، فزنا فقط على الأرجنتين. هذا خامس رودريغيز، تسديدات معروفة لدى الجميع، اللعبة وتستمر خطورتها مرة أخرى إلى كوادرادو، مباشرة تحولت في الجهة اليمنى، الكرة عالية والرأسية حاضرة من زاباتا، لكنها إلى ضربة مرمى، هذا هداف أو ثاني هداف في الدوري الإيطالي مع نادي أتلانتا، ومسجل 23 هدف في الدوري الإيطالي على المستوى الدولي، عنده 3 أهداف، أكمل قطريين شذينهم مع ربعهم مع أصدقائهم من البرازيليين وغير البرازيليين، الكل هنا مشجع قطري جزائري عربي هنا من الكولومبيين، ربما من شيء جميل حقيقة، أجواء يعني أجواء شبيهة بكأس العالم، لا شك في ذلك. فالملعب هو يعني ملعب كبير، ملعب مورومبي، 67 ألف متفرج، البلد الكبير البرازيل وكفى، المناسبة كوبا أمريكا وكفى، والكبار الحاضرين والكبير كبير القارة الآسيوية بطل آسيا حاضرا، يحاول أن يقدم نفسه، يحاول أن يصمد، يحاول أن هو يعدي، يحاول أن هو يمضي بالمباراة إلى بعد مدى، والنتيجة لغاية الآن الدقيقة 28 إلى التعادل. الأفضلية أكيد من يلعب في إيطاليا ومن يلعب في ألمانيا ومن يلعب في إنجلترا واللاعبين المحترفين الكبار، ولكن التغطية برافو،
برافو برافو، في عرقله الان، خلاص ابو علام، برافو ابو علام، يتعرض لعرقله عليه ضربه حره مباشره لمصلحه العنابي. في همس، في احاديث والله، يعني بعض الاحاديث التي تتحدث في اروقه البطوله، في همس انه والله بعض اللاعبين القطريين، هذا واحد منهم اكرم عبد، يعني احاديث فقط مو شيء رسمي، انه والله يعني ممكن ان تكون التجربه مثلا الاحترافيه في الخارج للمعز مثلا لطارق لاكرم عفيف بالكره المشتركه، ولاحظ الالتحام ولاحظ القوه اللي يتمتع فيه زباده، ولكن ينجح منتخب قطر في ابعاد الكره، تستمر مره اخرى لمصلحه المنتخب الكولومبي الاخضر الافضل. خلينا نكون منطقيين، منتخب قطر يواجه منتخب مرشح حتى للفوز بلقب البطوله مره اخرى من كوادرادو، وصلت الى اكرم عفيف، اكرم برافو، التسليم سليم، تصل الى عبد العزيز حاتم، تغيير اتجاه اللاعب، يتقدم عبد الكريم حسن، ولكن يتقدم بالمقابل لاعب المنتخب الكولومبي، وصلت الى خامس رودريغيز، خامس رودريغيز مرة اخرى، كرة بينية سريعة تستقر عند حارس المرمى سعد الشيب، برافو سعد، صد كرة قوية، واليوم على عاتق مسؤولية كبيرة وعلى عاتق أكيد وعلام، على عاتق طارق سلمان، عبد الكريم، بيدرو، لاعبي خط الوسط مسؤولية كبيرة، هنا تسليم خاطئ، لاحظ معي، لاحظ معي، تسليم خاطئ لكي تبدأ محاولة المنتخب الكولومبي، صارت خطيرة والتغطية برافو، التغطية برافو، يصحح خطأ أبو علام، لأن يعني تسبب في المشاكل اللي حدثت قبل قليل في الكرة السابقة، هذا مارتينيز اللاعب الذي شاهدناه في الليغا مع فيا ريال، و اللاعب الذي سجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأرجنتيني، ومباراتنا الآن وصلت إلى الدقيقة 30 على عاتق هذا اللاعب طارق سلمان اللي عنده بطاقة صفراء، يواجه الفريق الأصفر الأخطر الأفضل لغاية الدقيقة 30، هذا شيء متوقع أن تلاقي يعني في 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 التصنيف العالمي في في التصنيف في التاريخ حتى في على مستوى قارة أمريكا الجنوبية في نوعية اللاعبين، نوعية الأندية اللي يلعبون فيها هؤلاء اللاعبين، لا شك تفوق من جانب المنتخب الكولومبي يتضح أمامك الآن، لكن في صمود من مدافعي منتخب قطر، ولعلنا ننتظر بعض المبادرات، لعل المنتخب الكولومبي كما نلاحظ الآن مكثف من محاولاته، وصلت أيضا لمصلحة المنتخب الكولومبي في صافرة من قبل حكم المباراة، يوقف اللعب الآن، حكم السيد أليكسيس هيريرا من فنزويلا راح يجري اسقاط في هذا المكان الخطير، مشجعي المنتخب الكولومبي هو بسن الأربعين سنة، حكمنا الليلة يحمل الإشارة الدولية فقط، يعني يوم كان عمره 38 سنة حمل هذه الإشارة اللي تزين قميص حكم المباراة السيد أليكسيس هيريرا اللي راح يجري الآن عملية إسقاط، هو على ما يبدو أوقف اللعب، وحسن هيدوس يتحدث، طبعا
البار مطبق، والان راح يعود الى تقنيه الفيديو. يعني هو كان يشير من البدايه الحقيقه انه راح يجري عمليه اسقاط. انا ما فهمت صراحه ليش يجري عمليه الاسقاط. على العموم ننتظر قرار حكم المباراه. ننتظر قرار حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وحكام مباريات كرة القدم عادوا كثيرا في كوبا أمريكا إلى تقنية الفيديو، ونتمنى دائما القرار اللي يتخذه أمامك الآن، يسويه والله يسويها مثلا حكم المباراة ويحتسب ضربة جزاء لمصلحة. لا الحمد لله الحمد لله، والله يخوف يا أخي، والله يخوف، والمخرج خوفنا أكثر. وصلت الكرة للعنابي، يتقدم أكرم حبيب، يخلص أكرم حبيب، يخلص الثاني، التسديد الضعيف يا أكرم، تخلص من الاول ومن الثاني، برافو برافو. تبدا يعني المحاوله الحقيقيه الاولى لمصلحه منتخب قطر، بالتالي المرور كان ممتاز لكن التسديده ضعيفه. وصلت المنتخب الكولومبي، خوفت الكره السابقه، خفنا وايد بصراحه، لان حتى المخرج كان حاضر بالكره السريعه جدا، يخرج حارس المرمى سفينة، بدينا نشوف سفينة ويمكن نشوفها اكثر واكثر ان شاء الله في الدقائق القادمه للشوط الاول من المباراه. كره كولومبيه، التغطيه حاضره، وحسن الهيدوس العائد يرجع الكره بالتالي الى حارس المرمى سعد الشيب. عبد الكريم استلم الكره اولا، عبد الكريم حسن، الكرة عبرت واصبحت الى رمية تماس. والله خوفنا قبل شوية حكم المباراة، مع ان الكرة يعني حتى الكرة لا يمكن الحديث عن ضربة جزاء. يوم ما اعاد المخرج اللقطة اللي لامست الكرة على ما يبدو يعني عبد العزيز حاتم، لا يمكن احتسابه مثلا ضربة جزاء، هو ذهب بعد ذلك واشار الى مكان الخطأ، لكن عن بعد بدا وكان يعني يشير الى ضربه جزاء، لكن هذا لم يكن على منتخب قطر، تم احتساب ضربه جزاء وللكولومبيين يعني الهدفين اللي يحرزهم المنتخب الكولومبي في مرمى المنتخب الارجنتيني، لذلك الشباك مستمره من المباراه الاولى لغايه الدقيقه 36 على مباراته الثانيه، الشباك لا زالت نظيفه. التمويه جميله ولكن لاعب المنتخب الكولومبي اقرب. المنتخب الكولومبي يسيطر على اجواء المباراه بشكل واضح. مره اخرى خامس رودريغيز الى زاباتا، التسديده، الكره الى خارج ارضيه الملعب، تاتي معها ضربه ركنيه. هذا اللاعب المهم جدا اللي هو زاباتا، في اثنين زاباتا في المنتخب الكولومبي، دوفان زاباتا امامك الان، وفي كريستيان زاباتا المدافع الذي يجلس على قائمه البدلاء. اذا لم يوفق زاباتا مارتينيز في خط هجوم المنتخب الكولومبي فان فالكاو يجلس على قائمه البدلاء. الضربه الركنيه لعبت الى ضربه ركنيه ثانيه، نفس اللاعب ودائما على التنفيذ كوادرادو لاعب خط وسط المنتخب الكولومبي، كره خطيره ايضا يتقدم لها بعلام، وعلى ما يبدو ممكن يتركها، لا والله يموه، والتقدم كره ما في شيء ما في شيء، سقط كوادرادو على ارضيه الملعب بالتالي الى خطا لاحظ. هي التمويه جميله والمرور جميل، لكن ما اعتقد ان الكره فيه شيء، وصلت الى بعلام قبل ذلك صافرت حكم المباراه، وبالتالي الى ضربه حره لمصلحه العنابي. ما حد من العرب، يعني المباريات السابقه التي جمعت العرب
في المنتخب الكولومبي 11 مباراة. منتخب كولومبيا لم يخسر، فاز في 7 مباريات، تعادل في 4، سجل 21 هدف وتلقى 4 أهداف. مع قطر الأولمبي في أولمبياد برشلونة 1-1 في تلك المباراة في مدينة برشلونة. والقطريين يتذكرون أولمبياد برشلونة لأنها كانت فيها ميدالية غالية في ألعاب القوى لمحمد سليمان. ومنتخب قطر الكروي مع مبارك مصطفى ومجموعة كبيرة من اللاعبين بمحاولة المنتخب الكولومبي أمامك في تلك الفترة وصل إلى الدور الثاني، خسر من هولندا بكرة الآن الانطلاقة تأتي في الجهة اليسرى، محاولة المرور، ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما فيه شيء. طارق جسماني واضح الحقيقة على وجه التحديد ما بين مينا رقم 13 وما بين أكرم عفيف، لأن يتواجهون للمرة الثالثة في اللقطة السابقة. الفارق الجسماني وخاصة محيط الطول واضح الحقيقة ما بين مينا وأكرم عفيف. مرة أخرى المنتخب الكولومبي ميدينا وصلت في الجهة اليسرى إلى خامس رودريغيز إلى الدقيقة 40 الشوط الأول. قطر وكولومبيا التعادل بلا أهداف، وصلت إلى كوادرادو مباشرة، من كوادرادو يتغير اتجاهها وظل خطيرة للمنتخب الكولومبي. التسديدة إلى خارج أرضية الملعب كانت في غاية الخطورة، يتقدم اللاعب ميدينا اللي واضح معاك على الشاشة الكرة في الأخير إلى ضربة مرمى، مرت بسلام إلى ضربة مرمى لمصلحة العنابي. إذن المباراة الرسمية الثالثة ما بين العرب، يعني فرنسا 98 في كأس العالم كانت مباراة رسمية لكولومبيا مع تونس، 1-0 لكولومبيا في عام 1990 في إيطاليا التي فازت على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء، المباراة الرسمية الثالثة هنا في كوبا أمريكا. لكن في مباريات في وديات يعني أكثر، يعني مع السعودية التعادل مرتين في عام 1994 كانت النتيجة 1-1، وفي الثانية 1-0 فاز المنتخب الكولومبي مع تونس. ودية في عام 2014 1-1 المباراة قيمة في مدينة برشلونة، خامس رودريغيز سجل الهدف أمام مصر في مايو من عام 1990 النتيجة التعادل بهدف لهدف. العام طبعا في إيطاليا في مدينة بيرغامو في شمال إيطاليا. محاولة العنابي، عبد الكريم حسن يتقدم وفي سقوط الآن أمامك على أرضية الملعب. حكم المباراة يتابع اللقطة يقول الكرة ما في شيء، سقط بيدرو وحسن الهيدوس يتحدث. محاولة تبقى جيدة، يوم تقدم عبد الكريم حسن في الجهة اليسرى تقدم بحذر، أكيد أنت تواجه كولومبيا. بيدرو يتقدم بحذر في الجهة اليمنى، عبد الكريم حسن يتقدم بحذر في الجهة اليسرى، ومباشرة كما لاحظنا يعود بيدرو للتغطية ويعود عبد الكريم حسن للتغطية، لأن دائما الضغط من مدينة والضغط دائما من تيزيليو في الجهة اليسرى. كما نشاهد الآن هذا تيزيليو يتقدم في الجهة اليسرى، لذلك في عمل كبير على بيدرو ميغيل وعلى من يساعد بيدرو ميغيل، والحقيقة عمل جبار يقوم فيه الحقيقة قام به أبو علام في المباراة أمام باراغواي ويقوم فيه الآن أمام المنتخب الكولومبي، وصولا إلى الدقيقة 43 على الشوط الأول من هذه المباراة. إذن يعني المباريات العربية أمام المغرب 2-0 عام 2006 مع البحرين في عام 2015 النتيجة كانت
6-0 للمنتخب الكولومبي مع الأردن في عام 2014، 3-0 لكولومبيا مع الكويت 2015 كانت النتيجة 3-1 لكولومبيا. تلك المباراة مسعد العنزي سجل، يعني من اللاعبين العرب اللي سجلوا محمود المرحوم بإذن الله لاعب ومنتخب قطر فقدناه جميعا، كان حاضرا في أولمبياد برشلونة، سجل هدف التعادل في المباراة الأولمبية. اليوم المباراة الرسمية الأولى ما بين قطر وكولومبيا، والآن أيضا يتدخل حكم المباراة إلى صافرة وإلى خطأ على عاصم ماديبو. عاصم ماديبو عنده بطاقة صفراء. عاصم عنده بطاقة من مباراة باراغواي، يتلقى الآن البطاقة الصفراء أمامك. إذن المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين لن يلعب عاصم ماديبو، عنده بطاقة صفراء أمام باراغواي ويتلقى الآن بطاقة صفراء في هذه المباراة. كرة سريعة عبد الكريم حسن برافو إلى حارس المرمى سعد الشيب. إلى الدقيقة 44 الشوط الأول، التعادل مستمر. طبعا في وقت بدل ضائع للشوط الأول لأن اللعب توقف كثيرا. ولاحظ الحقيقة الفريق الكولومبي مرشح بصراحة ليس فقط للحصول على بطولة المجموعة، نوعية اللاعبين، إمكانيات اللاعبين، الأندية، الدوريات اللي يلعبون فيها هؤلاء اللاعبين، ضغط متواصل دائما، ضغط رهيب، ما في إعطاء فرصة على الإطلاق. نلاحظ ذلك يعني حتى في الكرة الأخيرة، كرة سهلة كانت من سعد الشيب. حسن الهيدوس والكرة المشتركة، وبينما هنا باريوس لاعب الزنت في روسيا، رمية التماس عند حسن الهيدوس كالعادة محاط باثنين من اللاعبين والضغط يتواصل وخلاص المعز المحاولة واللعبة انتهت. ولاحظ الكرة السابقة اللي سقط فيه، لاحظ سقط فيه بيدرو ميغيل وحك المباراة تابع، والكرة ما في شيء والوقت الأصل للشوط الأول ينتهي أمامك باستمرار التعادل، ورح نلعب لغاية الدقيقة 47 في المباراة الثانية لقطر في كوبا أمريكا، المباراة الثانية لكولومبيا في كوبا أمريكا. وضعية المجموعة الصعبة الحقيقة بعد فوز كولومبيا على الأرجنتين وبعد تعادل قطر باراغواي، وعند الساعة الثالثة والنصف من فجر الخميس اليوم الأرجنتين باراغواي. ميدينا إلى كوادرادو يتقدم، برافو طارق سلمان إلى خارج أرضية الملعب. ننهي الشوط الأول في الثواني الأخيرة، أتمنى لا يحدث حدث كبير في الثواني الأخيرة. الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويعني ما بين شوطي المباراة تأتي ربما تعليمات أخرى من قبل المدرب فيليكس سانشيز. الآن إلى صافرة وإلى خطأ لاحظ معي الكرة السابقة، السقوط على أرضية الملعب، نعم إلى خطأ، والكرة في مكان خطير جدا لمصلحة المنتخب الكولومبي. خطيرة يروره، وربما تكون الأخيرة في الشوط الأول من المباراة. خامس رودريغيز على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة الخطيرة، اليقظة والحذر بالتوفيق لأبو علام، لعبد الكريم، لسعد الشيب، برافو سعد الشيب، يبعد الكرة، مرت بسلام، وثواني أيضا تمر بسلام. وأعتقد أن حكم المباراة راح ينهي الشوط الأول نعم بالتعادل ما بين قطر وكولومبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. المنتخب الكولومبي يثبت لنا قوته مرة أخرى، وقوته في الشوط الأول وأفضليته